المثقف يقول سارتر هو الذي يزعج الطغاة والحكومات. وجيلبير كان من هالقبيل هذايا. بورغيبا ما انفيرمي مي بو با انفيرمي ما بانسي. Maintenant, j'ai gagné sur Bourguiba, contre Bourguiba. Je suis libre en prison. يعني بالحق كي واحد يقول ظاهرة ظاهرة. احنا جينيراسيون كاملة نجم نقولوا تربيت جيلبير نقاش. Il y avait beaucoup de choses en lui et il n'a jamais essayé de nier l'une d'entre elles. Il prenait tout, il prenait tout. Donc, sa vie personnelle, sa vie amoureuse, sa vie de père, sa vie de militant, sa vie de penseur, sa vie après la révolution, comme il disait, la révolution m'a rendu la vie. Je suis à l'automne de ma vie et j'ai la chance de vivre ça. Madame Mendes France, في 69, جات لبورقيبة طلبت منه باش يطلق سراح جيلبير نقاش. قال لها بورقيبة باسبورو ويغادر بدون يرجع. وقت جا وقالوا له واحنا في برج الرومي في 69، قال علاش هو تونسي أكثر مني ولذا هذا كلام مردود عليه وكذا. وهكريت كي مات في باريس هو يرق أن يدفن في تونس. بابي خذا مكانته في الذاكرة، خذا مكانته في كيان وفي عواطف الجيل كامل، وحتى الجيل الجديد اللي ما خالتوش وما عرفوش، بالنسبة ليه كلمة بابي عندها معناها وعندها الريزونانس نتاعها. النص اللي لمنا اليوم كيفاش توقع معنا مذيع قيس سعيد اللي نوع من البيرونيزم، نظام بيرون في الأربعينات، هذا نص كتبه تقريبا شهرين قبل وفاته. في الوقت اللي معناها كي كتبها العباد ما قدرتش تحكي، ومن بعد كي تقرا النص نتاعو اليوم تقول شاف حاجات على خاطر جوستومون معناها عمره ما كان عنده تحليل جامد. Notre boussole c'était la liberté de chacun d'entre nous et la liberté de nous deux. De concevoir notre relation. Je pense que c'est ça qu'on peut retenir de lui. C'est ça مكبش مكبش في حاجة اسمها liberté وحاول تمثله نكتة منها en lui disant هذيك attention هذيك ligne rouge. Sa liberté c'était sa ligne rouge.